اليوم راح يكون ضيفي الفنان والمخرج والممثل المسرحي ومدرب الرياضة رياضة المبارزة والوجه الدعائي الأبرز للإعلانات في السويد طارق الخزاعي والمعروف بكريم كونفيك. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق. شكرا جزيلا لهذه المقدمة القصيرة اللطيفة، وتحية لك شخصيا، وتحية لكادر الفلوجة، وتحية لكل من يشاهدني سواء سيوافق رأيي سلبا أو إيجابا فهم في الوجدان. أستاذ طارق، أنت نجم الإعلانات المعروف بالتلفزيونات أو بالتلفزيون السويدي بشكل عام، والناس بالسويد تشوفك تأخذ وياك صور، بوستراتك موجودة بالمترو، بالمباني، في كل مكان. فكيف تقيم ثمرة هذا النجاح اللي أكيد كان قبل جهد كبير أنت بذلته؟ أكيد تأكيدا لكلامك عزيزي الأستاذ صباح، لم يأتي هذه الشهرة لم تأتي اعتباطا أو صدفة، وإنما أتت من خلال كفاح بذلته في العراق امتد حوالي أكثر من 40 عاما، قضيته كبطل في المبارزة مثل العراق في عدة منتديات دولية، وقضيته كفنان مسرحي ساهم في خلق المسرح العسكري في العراق، وساهم في خلق ممثلين وفنانين أصبحوا كبارا في الساحة العراقية. وحينما أتيت إلى السويد أتيت وأنا أحمل في وجداني وطن حضاري اسمه العراق، وكنت أحمل في وجداني الثقافة العراقية وإرث أجدادي السومريين والكلدان والعرب المسلمين وكل الأطراف وكل الطوائف العراقية كنت أحملها في وجداني وأفتخر بها. ولذلك حينما قدمت وأنا بسن كبيرة قدمت لشركة الكومبيك بامتحان مع 130 شاب وشابة من السويد ومن أفريقيا ومن آسيا ومن الدول العربية، كنت الفائز الأول في ذلك الاختبار، ومضى علي وأنا أمثل الإعلانات في السويد 7 سنين. طيب وهذا شيء أنت 7 سنين بالإعلانات مع الشركة شركة كونفيك، بعد تمت الموافقة على الاختبار أو بالاختبار وراء ما نجحت به وطلعت الأول. خلونا نشوف هذا الفيديو اللي هو مجموعة إعلانات لكريم كونفيك اللي هو طارق الخزاعي في التلفزيون السويدي، ونرجع من بعدها وياكم.